يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما النصيحة لزوج يسمح لزوجته أن تلبس إذا خرجت أن تلبس ملابس مزخرفة ومزينة وملونة؟ إيش؟ يقول ما نصيحتكم لزوج يسمح لزوجته إذا خرجت خارج المنزل أن تلبس ملابس مزخرفة ومزينة وملونة؟ هذا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، هذه صفة المنافقين، وخروجها متزينة هذا من المنكر، وهو يأمر بالمنكر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويأمرها بالستر، ويأمرها بالعفاف، يأمرها بالحياء عند الخروج. نعم.